ولاخر فقرتنا مشاهدينا معكم، وموضوعنا اليوم بيحكي عن البرمجه اللغويه العصبيه. هذا الموضوع بما انه قلنا برمجه، هذا يعني انه نعمل بروجرام من اول وجديد او نعمل ابديت لمخنا لحتى نقدر نتواصل مع الاشخاص بشكل مؤثر وفعال اكثر بالحياه. كيف ممكن اليوم نحن نحكي بطريقه التفكير، كيف ممكن تاثر على الحاضر والمستقبل وطريقه تواصلنا بالاشخاص، إن كان بالحياة العملية أو حتى الاجتماعية أو العائلية. كيف نحن ممكن اليوم أفكارنا يلي عم نفكر فيها تصير واقع ونربطها بالأحداث يلي عم تصير معنا اليوم وتصير تحت مسمى اللغة البرمجة اللغوية العصبية. شو رأيك هايدي اليوم؟ أكيد يا عفاف، يمكن كتير مهم الموضوع، مصطلح بنسمع عنه كتير، ولكن طبعاً يمكن كتير منا ما بيعرف قديه هو مهم بتفاصيل حياتنا. إذا بدنا نعرف يعني تعريف مبسط عن البرمجة اللغوية العصبية، فنحن عم نحكي عن أسلوب التطوير الشخصي والتغيير الإنساني نحو الأفضل، نحو الإيجابية، ومجموعة يمكن من الأدوات والمهارات اللي بتخلي الشخص يعرف أكثر شخصيته وأفكاره ويعرف يحدد صح. رح نعرف تفاصيل أكثر مشاهدينا قد ايه هذا الشيء مهم بحياتنا اليومية وبتفاصيلنا، كيف نغير الأمور اللي ممكن تزعجنا بالحياة وكيف نكون واقعنا أفضل. تفاصيل كثيرة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو، اللايف كوتش وخبيرة التدريب هبة فندي. الفندي اهلا وسهلا. اهلا، صباح الخير. صباح الخير كوتش، اهلا وسهلا فيكي. يعني اختصارا للبرمجه اللغويه العصبيه، نحن اليوم بنقول NLP، كيف ممكن نحن نستخدم هذا المصطلح بحياتنا اليوميه، نستثمره بشكل فعال اكثر، وقد ايه ممكن ياثر على طريقه تواصلنا مع الاخرين، مع الكون، حتى مع كل شيء حوالينا. هلا نحن كثير حكينا عن NLP، وكثير في مدربين حكوا عن NLP. NLP هو البرمجه اللغويه العصبيه، بس قديش فهمنا منها شو هي البرمجه اللغويه العصبيه؟ تماما. انا وقت اللي باخذ هيدي الكاسه بدي اشرب مي، اوكي، ورجعتها، هدول الحركات اللي عندي اياها اوتوماتيكلي، يعني انا ما فكرت اني مد ايدي اخذ الكاسه واشرب. انا دماغي عطاني امر اني انا بدي اشرب، مدت ايدي، مسكت الكاسه، شربتها. هدول النورونز، النارو لانجويج بروجرامينج، هن اوتوماتيكلي بتاخذ عندي الدماغ اني انا بدي اشرب، بيعطيني امر، بشكل عندي حلقه اني انا مد ايدي اخذ الكاسه واشرب من دون ما افكر فيها اوتوماتيكلي. مثل الوقت اللي بطلع على السياره، تدربت انا على السياره، بحط انا الحزام الامان، بركب اول، بشغل السياره، هي بتصير عندي على التدريب اوتوماتيكلي من دون ما افكر فيها. فانا وقت اللي بدي اغير بحياتي باستخدام NLP، عادات سيئه عم تاثر عندي بحياتي، عم تعمل لي مشاكل، كيف بدي استخدم NLP؟ مثلا انا بشرب دخان وبدي انا اطلع عن هاي العاده السيئه، عاداتي هي المبرمجه عندي بالدماغ اني امسك انا الباكيت، شيل السيجاره، شغلها وحطها بايدي. هدول حركات، عم شم ريحتها، عم بمسكها، عم حس فيها، عم بشربها، عم شغل انا مشاعر عندي اياها اوتوماتيكلي. فانا مشان احذف هيدا البرنامج التطبيق عندي بدماغي، بدي احط بداله، تحب بداله شيء يعلمني اني انا اطلع من هيدي العاده. فنحن بنستخدم NLP مشان نخلص من اشياء عم تعيقنا بالحياه، من عادات سيئه. فانا بدي احط تطبيق ثاني، بدي اكسر هيدي الاوتوماتيكلي اني انا شيلها، امسكها، اشربها، شمها، بدي احط شيء بداله، اشعر فيه، حسه، يشكل لي عندي اوتوماتيكلي بداله. فنحن بنستخدم NLP مشان نطور حياتنا ويعني نبعد عن الاشياء العادات السيئه. فبنستخدم NLP وبنشكل نورونز جديده، يعني برمجه لغويه عصبيه، تطبيق جديد على التطبيق القديم. تمام. طيب انا اليوم كيف بقدر استفيد من البرمجه اللغويه العصبيه بحياتي، ان كانت الشخصيه او العمليه او اليوميه، كيف ممكن نطبق هيدا الشيء بحياتي؟ خبرينا تفاصيل اكثر. هلا اي شيء نحن بنعمله بيكون فيه مشاعرنا، مثل ما خبرتك بالدخان، انا عم بمسكها حسرا، بس عادات سيئه انا ممكن، لا مو عادات سيئه، ممكن علاقاتي، يعني انا على طول عم بتصرف بنفس الطريقه عم تعطيني نفس النتيجه. تمام، اوكي. فانا هون عندي شيء اوتوماتيكلي انا متعلمته من قديم، مرسخ عندي بدماغي، اوكي، هي البرمجه العصبيه اوتوماتيكلي عم تشكل لي مشاكل بعلاقاتي الزوجيه، بعلاقاتي الاجتماعيه. فانا بدي جيب هيدي القصه اللي عم تزعجني، بدي حلها، فبدي احط محلها تطبيق جديد.
هلا المتعارف عليه اني انا اي عاده بدي اكتسبها جديد هي 21، بس انا اذا هي العاده عم بستخدمها الي 20 سنه وعم تضايقني ما فيني حلا انا احط تطبيق 21 يوم، رح تاخذ معي طبعا وقت اكثر. فهيدي القصص نحن بنحلها بالني ال بي، اني نشوف جذر الموضوع شو هو الشيء اللي زعجني. بحاول انا اخذ الشعور، يعني انا بدي احط محله تطبيق ثاني بدي اخذ شعور، مثل وقت اللي عم دخن مثلا عم باخذ ريحتها عم بمسكها، فبدي احط بداله تطبيق جديد، فبدي يكون بهيدا الاساس بدي اشغل كل المشاعر والحواس اللي عندي لحتى نزل التطبيق الجديد وحسن من حياتي اكثر. يعني نحن هون عم نحكي عن المشاعر والحواس اللي هن المسؤول الاكبر عن تطبيق هي القاعده ان كان استخدامها بشكل صح او خطا. اليوم اذا بدنا نحن نشعر باي شعور ايجابي ممكن نستحضر شيء من الماضي نشعره باللحظه الحاليه، وهالشيء ممكن ياثر لمستقبلنا. يمكن هذا الشيء بصير باللاوعي او للاشخاص المدركين لمثلا مشاعرهم الايجابيه، خلينا نقول. اما مشاعر سلبيه ممكن انا شيء صار معي تجربه فاشله، صار معي حدث، انا احكم على كل التجارب المستقبليه انه هي رح تكون فاشله. قد ايه له علاقه هذا الشيء باللاوعي، وشو علاقه هون التيتا هيلينج باللاوعي كمان؟ هلا نحن عندنا بالدماغ 5 موجات، عندي الدلتا التيتا البيتا والجاما والالفا. انا بيهمني التيتا، موجة التيتا اللي انا بدي اقدر اعالج فيها هذا الموضوع. اذا انا عندي علاقتي الزوجية او علاقاتي بشكل عام بتبلش بنفس الطريقة وبتنتهي بنفس الطريقة، انا ما بدي اسأل حالي انا ليش على طول عم بفشل، او ادخل عمل مثلا بياخذ معي سنة بيرجع بطلع من هيدا الشغل بنفس الطريقة، بخسر علاقاتي، بخسر عملي، بخسر مالي، بخسر صحتي. هيدي الاشياء عنا نحنا التيتا هي فك الشفرة، يعني أنا ليه عم بيصير معي بواقعي هيك؟ أنا ليش عم يطلع عندي بالواقع هيك؟ وأنا بدي شيء تاني، أنا ما معقول كون عم بطلب أني ما أكون مريضة مثلاً، أو أكون أنا عم بخسر مالي، أنا بدي صحتي تكون منيحة، بدي مالي يكون على طول بتدفق، ولكن اللاوعي عندي بيكون عم يعطيني الشيء العكسي. أنا عندي كود، أنا وقت اللي بقلك اللون الأخضر، أول شيء بيخطر على بالك بجوز العشب، أول شيء بيخطر على بالك بجوز الشجرة، أنا أول شيء بيخطر على بالي بلوزة، لأنه أول كود أخذته عن اللون الأخضر وقت اللي سألت الماما أو البابا قالت لي شايفة خالتك لابسة بلوزة، البلوزة هذا اللون. أنا دماغي اللاوعي عندي سجل كود الأخضر ببلوزة. أنت سجل عندك يا بعشب، لأنه أول مرة سألتي عنه قالوا لك ليكي العشب لونه أخضر، أوكي؟ فهيدا الكود سجل عندي باللاوعي. هذا الكود ممكن يكون خاطئ، مثلا المال وسخ الدنيا. أنا بطلب المال بس أنا عندي باللاوعي شيء عم بفشلني إني أحصل على المال. فالتيتا هيلينج بخليني فك. أنا علاقتي الزوجية على طول فيها مشاكل، يا الله زوجي ما عم يفهم علي، مرتي ما بتفهم علي، عندي كودات سابقة بالعلاقات الزوجية أو عندي أنا بالطاقة الأنثوية أو الذكورية في مشكلة، في عدم توازن. أنا هيدا الشيء ما عم بقدر أفهمه، أنا عم بطلب إنه علاقتي الزوجية تكون كتير منيحة ولكن في الواقع عكسه، لأنه عندي أنا باللاوعي عندي كودات شيفرات أخذتها أنا عن العلاقات سجلتها عندي، فأنا لحتى أغيرها بدي أستخدم موجة التيتا بالدماغ، بدي فك الشيفرة لحتى أنا يتغير عندي الواقع. تمام. طيب من مصطلح التيتا هيلينج خلينا نحكي عن مصطلح الكوانتوم، نعرف عنه أكثر للمشاهدين ونعرف كيف ممكن إحنا من خلاله نوصل لأحلامنا وأمنياتنا بالحياة. هذا أخطر علم وأكثر علم بحبه الكوانتوم. أنا سميته هو علم تحقيق الأحلام. أنا إذا حاطة ببالي سيارة بدي أحصل على فراري، بعالم الاحتماليات لا محدودة في الكون، مثل ما قلتي من شوي أنا بلشت بعلاقة وفشلت، فكل علاقاتي أنا رح فكر بكل علاقة أدخل فيها رح تفشل، لأني أنا حاطة بعالم الكوانتوم حاطة احتمال واحد تماما، ولكن هو unlimited possibilities، يعني أنا عندي احتماليات واسعة غير محدودة، فأنا بكون مختارة من عالم الكوانتوم بس هيدا الخيار، بيجي الواقع على هذا الخيار، أوكي؟ فأنا عندي إذا حاطة بأهدافي بأحلامي أنا بدي سيارة، أوكي؟ ولكن اللاوعي عندي بيقول لي
ليش مين انت لحتى تركبي الفراري؟ فشلني. العالم اللامحدود، الكون اللامحدود، كل الاحتماليات موجوده. يعني موجود انه انت يكون عندك بيت، موجود انه يكون عندك سياره، علاقتك، انت تروحي تعملي فيكيشن بالمحل اللي بدك اياه، بس انت ما عم تختاري، انت عم تختاري شيء سبق حصوله عندك، وانت عم تختاري الاحتماليه، فقط هذه الاحتماليه. فالكوانتوم بيشتغل على افكارك، انت شو بتفكري بجسد لك الواقع. اوكي، فنحن الخطا اللي بنعمله بحياتنا هو بنترك كل الاحتماليات المفتوحه وبنختار خيار واحد، احتمال واحد صار معنا سابقا وبنسجله، وبتضل بتتكرر حياتنا على هيدا الاساس. ولكن الكوانتوم هو كوارت، نحن عباره عن اشخاص ضوئيه نورانيه منشع. انا هلا النفس اللي عم بتنفسه هلا حاليا ما هو نفسه اللي تنفسته قبل ثانيه، ولا بقدر بجيب اللي بعده. هو هيدي الاحتماليه انا اني اكون مع الكون باللحظه، بعد لحظه انا ما بعرف شو بده يصير، فمعناها انا عندي احتماليات واسعه، ولكن انا بافكاري الخاطئه بحدد له للكون احتماليه واحده، فما بحصل على السياره. فعالم الكوانتوم واسع جدا. هو طبعا انا ما رح اقدر اختصره، هو كثير كثير واسع، ولكن انا يعني رح احط شوي المشاهدين انه مثلا كيف يقدروا يحصلوا على احلامهم، يحققوا الشيء اللي بدهم اياه. انا عم بسعى كثير ولكن انا ما عم بقدر اوصل. ليه؟ دايما عم بقدر اوصل للهدف اللي انا عم بسعى له. السياره عندي بتردد 8 ولكن انا بتردد 2، 2 ما بتجذب لي الثمانية، الثمانية بتجذب الثمانية. يعني انا بدي افتح مثلا لنقول اف ام سوريانا ميوزك، لنقول هي بتردد 101، بس انا عم حاول شغله على 50، 50 ما بتجيب لي 101. ارفع ترددك، ارفع استحقاقك للثمانية بتحصل على الثمانية، ولكن انت بدك تكون بترددات منخفضه. انا راتبي كذا، انا من وين بدي اجيب السياره؟ انت عندك احتماليات واسعه، رب الكون عطاك كل شيء، ولكن انت عم تختار شغله وحده تجيبها تجسدها بواقعك. اوكي، فنحن الكوانتوم هو عالم التردد، الموجات. يعني انت ما فيك تفتحي 101 يطلع لك غير سوريانا ميوزك، ما بيطلع لك شيء ثاني. فانا وقت اللي بدي السياره احصل على اي هدف بدي اياه بالكون، بدي يكون على تردده لحتى اقدر اجذبه. هيدا هو معناها كوتش المشكله، يمكن او مو يمكن، هي المشكله فينا اساسا، براسنا نحن، من افكارنا ومشاعرنا يلي عم نحكمها على حالنا. الحكم المسبق هذا قديم عم ياثر سلبا على مستقبلنا وعلى الاحلام والطموحات يلي نحن عم نسعى لها. يمكن حكيت شيء انا بالاول انه نحن لازم نعمل بروجرام جديد، نعمل ابديت لمخنا. كيف ممكن نعمل هي الطريقه؟ ممكن تكون صعبه. يعني هلا حدا بسمع بيقول انا كيف بدي اعمل بروجرام جديد لمخي، كيف بدي غير مبادئي ومعتقداتي، او ممكن يفهم بشكل خاطئ؟ خلينا نوضح هاي النقطه. تمام، حلو كثير. هلا اول شيء انا لحتى غير شيء، اول شيء انا لازم اعترف بوجود مشكله عم تعيقني بحياتي. اذا انا ماني معترفه فيها فانا ما راح اقدر حل شيء. انا بدي اعترف انه انا عندي كل سنه سنتين عم بخسر شغلي، عم بخسر مالي. ما بدي اسال حالي اول شيء، اتوقف واسال ليه. وقت اللي انا بعترف بوجود مشكله انا حليت 50% منها. ثاني شيء، وقت اللي بسعى اتجاه نفسي، جهادي لنفسي، انا عندي افكار معتقدات سابقه راسخه عندي هي عم تعيق تقدمي، عم تعيقني اني احصل على الواقع اللي انا بحلم فيه. فوقت اول شيء اعترف انه انا في مشاكل عم تصير معي، كيف بدي حلها. اوكي، ثاني شيء بصير بشتغل على حالي، بشوف كوتش، بشوف مينيتور، بشتغل معه لحتى انا اشوف شو هي الافكار اللي عم تعيقني. في ناس كثير بتتزوج وبتضل سنين ما بيصير عندها اولاد، لانه عندها كود بذهنها باللاوعي، عندها هي ممكن ما تحصل على الولد، او انه تنفصل عن زوجها، او زوجي ممكن يخوني، انا اذا جبت ولد كيف بدي ضل فيه لحالي. عندي كودات مسبقه لهيدا الشيء ما بيخليني احصل
على الواقع اللي بدي. أكيد يعني إحنا استمتعنا كتير بحديث حضرتك ويطول الحديث عن أهمية هذا الموضوع بحياتنا، لأنه إحنا فعلا بحاجة لهيك أمور تحفزنا أكثر وتشجعنا بالحياة. نشكرك كتير، كنتي معنا اللايف كوتش وخبيرة التدريب هبة الفندي. أهلا وسهلا. شكرا لك كوتش، أهلا وسهلا فيك. شكرا.